قال شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن 60% من تعداد السكان في مصر من الشباب. وأضاف الجابري أن هناك اقتراحا بزيادة في موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يتم تخصيصها من أجل أنشطة الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات. احنا 60% من تعداد السكان هو شباب، فبرضه التحديات كبيره والموضوع مش بسيط ومش سهل، لان كل اللي احنا بنتكلم فيه في النهايه بيترجم لتكلفه ماليه، وده بيبقى عبء على الموازنه بتاعه الدوله في ظروف اقتصاديه صعبه بيمر بيها العالم كله. فبرضه عشان كده انا قلت في الاول ان الطموح طبعا شيء جيد وشيء محمود، ولكن في حاجه للتوجيه علشان الريتم يبقى متماشي مع سياسات الدوله الماليه. ما هو احنا دلوقتي اللي احنا بنطالب بيه ان احنا تدريجيا يبقى في زياده في موازنه وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم لتخصص للانشطه الطلابيه والاتحادات الطلابيه سواء كان في المدارس او في الجامعات. دي كخطوه اولى.